أستاذة ليلى. أستاذة ليلى، ايوه، أهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا وعليكم استاذ السلام نصار؟ ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. يا رب يسلمك. أهلا ازيك يا فضيلة بحضرتك، الشيخ؟ اهلا وسهلا. أنا عندي ابن مبهدلني وبيشتمني ومبهدلني خالص، لا وبيشتمني اله شتيمة الا قذرة الله، لا قوي، قوة الا وأنا مش بالله. عارفة أعمل إيه. إيه الحكم عليا يا فضيلة الشيخ؟ وبهدل إخواته وهو الكبير، مش عارفة أعمل إيه، ولا غلطت فيه، هو مش عارفة. والده موجود يا أستاذة ليلى؟ والده متوفي بقالي يا 13 سنة، الله، وهو مبهدلنا وساكن جنبينا وكل يوم مفرج علينا الدنيا، ومالوش كبير. الله طب يسلمك. معلش، وأنا غلطت. طب أستاذة ليلى اتفضل. معلش، هو بيشرب حاجة أو بيتعاطى حاجة أو كده؟ لا، وبيصلي، بقول لك بيبص بيصلي وبيجي يفرج علينا الدنيا، يا سلام يصلي يا ويكسر الله. لنا البيت، ومش عارفة. وأنا خايفة على إخواته، طب أنت عندك وبيحكي إخوات خلان وليه خلان ليه ما عمام؟ بيكبرش لحد ولا بيكبر لأي حد خالص، وجبت له كلنا ما بيكبرش. مش عارفه اعمل، انا خايفه على اخواته لان ممكن يموتوا، ممكن يقول يعني بقول ممكن اموتك، ممكن اعمل اي حاجه ممكن يعملها. مش عارفه اعمل ايه، انا غلطت وبدي عليه، الله، لا بدي قوة عليه. إلا فانا بالله. بسال يا عقابه عند الله، ربنا، ده هيبقى ايه؟ انا لان انا تعبت، انا اللهم تعبت، بطلش اجعل عيب في الليل ولا في النهار. لا حول ولا قوة عارفه إلا اعمل ايه بالله. والله، بيسيبني انت بقى قوي، لا إله إلا بيسيبني الله. انت مقدره، ويسيبني انت ما جاي الصلاه، ويسيبني انت طب ويبهدلني. هوني على نفسك يا أستاذة ليلى، تعبت والله يا اختي، والله تعبت، ربنا والله رجع يهون عليا يا ايام رب. يا ربي سامحني، عايز اخد اي حاجه امتحن من اللي انا فيه، مش لا لا عارفه اعمل لا ايه. لا لا، يعني بصي يا حاجة ليلى، خايفه. يعني هي دي اتفضلي اختبار وابتلاء مش سهل، والشيخ نادي هيرد عليكي والهداية يا بتاعت رب، ربنا. ادعي لي، خليه يدعي لي، والنبي بالله الله عليك ييسر خليه لك يدعي لي، يا الحال. رب يخليه. هندعي لك يا حاجة ليلى، الله هندعي ييسر لك لك، ربنا. بيشتمني شتيمه وحشه قوي، ويسب الدين، وانا ابتلاء، مالي هو مش عارفه. ابتلاء شديد، ابتلاء شديد، بس في النهاية يعني انت بتعملي اللي عليكي، يا والشيخ اختي نادي انا مش قادره اقوم اخدم نفسي، مش قادره اقف على رجلي والله. الله ربنا يخفف عنك إن شاء يلطف، الله، ربنا ويلطف بيك يلطف إن شاء الله. ويهون يا رب عليكي، يخليكي. طب ادعي وربنا لي الله يربط على يخليكي، قلبك ويهون عليكي. يا رب وحاضر، يخليك يا حاضر حبيبتي، يا حاجة ليلى. يا رب يخليك. انا فرحانه اللي كلمتك يا الله بنتي، ربنا حبيبتي، ربنا يخليك يا يريح حبيبتي، قلبك يا ويرضيكي. رب يخليك. خلي فضل الشيخ وكلمينا يدعي لي في يا أي رب وقت لو يخليك، احتجتي يا أي رب حاجة، ساعات يخليك، حتى ادعي لي يا الكلمات حبيبتي، يا بتهون. رب يخليك، يا رب تمام، يخليك يا حبيبتي. ربنا يريح متشكره قوي، قلبك يا رب ويرضيكي يا يخليك، حاجة ليلى، متشكره حبيبتي، ربنا يا رب يكرمك يا يخليك يا رب. بنتي. ابتلاء شديد قوي يا شيخ نادي، ابتلاء قاسي قوي، الحل فيه ايه؟ الحال يعني كما يقولون حال يندى له الجبين. لا حول ولا إذا قوة كان هذا حال الابن الأكبر، فماذا يصنع الأصغر؟ اللي هو ينبغي أن يكون السند ليها والراعي ليها، واقف جنبيها، يخفف عنها، لا يعني يؤلمها ولا يغضبها. والقرآن صريح، نحن ينبغي أن نقف، والله سيوقفنا أمامه، نقف بين يديه يوم القيامة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبيقول لك واعبدوا بيصلي، الله ولا تشركوا به شيئا يعني وبالوالدين فكرة ان هو إحسانا. بيصلي، يعني سبحان الله. عشان كده دايما بيقول الصلاة هي نعم، العبادات، لا ده مش بتوصل للمعاني الحقيقية، تفقد قيمتها. سبحان الله. لذلك ينبغي أن يرسخ في قلب هذا العهق عقوق، والعقوق يعني بعد الإشراك بالله. ولذلك العقوبة التي يقدمها الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة عقوبة عقوق الوالدين. احذر، احذر أيها العاق، وعد إلى رشدك، وأفق من غفلتك، لأن الله سبحانه وتعالى قد ينكل بك التنكيل الأليم، وأنت لا تقوى على تنكيل الله ولا على عذاب الله ولا على عقاب الله. طب شيخ نادي دلوقتي، ولذلك هي نقول لها اصبري. ما هي لسه هقول لحضرتك، يعني هو في شقين، في نعم، شق الصبر اكيد موجود، شق تاني ان هي بتقول ابتدى يأذي. فطبعا هو الحلول ممكن تكون قاسيه شويه واكيد على ام، لكن نعم في ده اللي يرضعه، هو ملوش حد يرضعه. نعم، فهل في حاله زي دي هي عشان تحمي نفسها وتحمي اولادها تتصرف ازاي معاه؟ هل تلجأ للقانون؟ هي بدايه القانون قد يعرقل الامر يعني زياده، على قد يعني يزيد المشكلة مشكلة أخرى. الأول لو هي بترد عليه والرد ده هيخليه يزيد أكتر، بلاش تتغاضى، لا ترد، إن تكلم وإن سب وإن شتم لا ترد لله سبحانه وتعالى. وهي أم، وأوصيها أن تدعو الله سبحانه وتعالى له، لا تدعو عليه، تدعو له بالهداية،
تدعو له بأن يعود إلى رشدي وأن يفق من غفلتي. إن لم يرتدع بهذه الطريقة ليس لها إلا القاضي، ليس لها إلا القاضي ومن يرضعه ومن يوقفه. وقتها سيعلم حينها أنه قد أخطأ وقد أساء. بالضبط، يبقى نوع من التربية. نعم. ما هو العقاب. نعم. مهم لأنه هو بيربي. نعم تمام، لكن الأمر يؤخذ بالتدريج. تصبر. تمام. عليه، تدعو الله سبحانه وتعالى، لا تقابل الكلمة بالكلمة بداية حتى لا يتأذى من حولها، ثم بعد ذلك إن لم يكن هناك باب آخر فالقاضي موجود. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق أسماء الحسنى وصفات العلى أن ينزل عليه الهداية وأن يصلح حاله وأحوال أبنائنا وأحوال بناتنا وأحوالنا جميعا إن شاء الله بحق سيدنا رسول الله. يا رب، ربنا يفتح على حضرتك يا شيخ نادي. زي ما قال لحضرتك يا حاجة ناهد الشيخ نادي فكرة ليلى. لا هي انا عارف استاذه ليلى. انا اسفه، صح الحاجه ليلى. زي ما قال لحضرتك ان هي الفكره ما تدعيش عليه، يعني انت ربنا باذن الله يا رب استجابته، احنا ما نعرفش في علم ربنا الهدايه بتاعته، فانت ما تيأسيش وصبرك في انك ما تدعيش عليه. لكن في نفس القصه ان انت تحمي نفسك وتقابلي الموضوع بقوه وحكمه، يعني ما تحطيش نفسك، يعني دموعك غاليه قوي، لكن في النهايه لازم يبقى في رد، يبقى في نوع من التربيه ليه. انت خلاص مش هتربيه بشكل مباشر، لكن لو في انك تلجئي للقانون، زي كبير. لان هو كبير بالظبط، زي ما قال الشيخ نادي، دي حاجه ممكن تكون تساعده ان هو يقومه اكتر. فاستخيري ربنا وقابلي الموضوع بقوه واللجوء لله واستعيني بالله، لانه في النهايه هو خلق، هو عبد لله. فانت بتعملي اللي عليكي كأم، وزي ما اتكلمنا من بدايه القصص يا شيخ نادي، اختبارات. وسيدنا نوح البدايه. نعم. خالص ابن سيدنا نوح كان وضعه ايه؟ فربنا يهدهولك يا رب، وارجعي قولي لنا ايه اللي اتعمل.